لكن الأيام رمضان كلها أيام مباركة على الناس وعلى الجيران وعلى الصوام وعلى أهل المساجد وعلى الجيران. قصتنا اليوم حقيقة قبل لا أدخل في موضوعه هو الجار، ودي أحلق قليلا وضع الجيران داخل المساجد في شهر رمضان. فعلا تجد الجيران في رمضان داخل المساجد نسميهم جيران، في محبة، في ألفة، في تعاطف. تشوف الجار يقدم قارورة الموية للجار، الجار يقرب شوي للجار، يجي يدخل في الصف الأول. بعض المساجد تلقى عيال الجيران يوزعون قهوة في صلاة القيام. يا سلام. كذلك بعض العجائز الله يطول أعمارهم إن شاء الله في مصلى النساء. الله يطول أعمارهم. آمين. آمين. جميل. إن شاء الله. لا لا. الله يطول أعمارهم. آمين. أي والله. أي. فتلقى يراعون العاملات اللي في المنازل اللي في البيوت. يا سلام. اللي يجون عندهم داخل المصلى أو داخل المسجد. فتلقاها هذه تعطيها 5 ريال وهذا 10 ريال، يعرفون ظروفهم. يا سلام. وهذه تدف العربية لها، فتشوف أجواء محبة بين الجيران في هالشهر الفضيل هذا. يا سلام. فندخل إلى قصتنا وهي قصة أبي دلف البغدادي. هذا في مثل يقال الجار قبل الدار. يا سلام. وهذا اللي حصل مع جار أبي دلف البغدادي. يقال أنه أبي دلف البغدادي رجل فاضل من أحد حواري بغداد القديمة، يعني يمكن في الدولة العباسية أو الأموية. فأبي دلف معروف بحبه وطبيعته وتعاونه مع الجيران، والجيران كلهم، وصار أبي دلف مثل أمير تلك الحارة. يا سلام. اللي يقول أبي دلف ماشي. نعم. واللي يختلف يروح لأبي دلف، واللي ينقص شيء يروح لأبي دلف. فأحد الجيران بعد ما كبروا الأولاد وكبروا البنات وأخذ من العمر الطويل، جت ضائقة مالية، حاول من هنا من هناك ما في إلا أن يبيع البيت. أبو دلف. لا، جار أبو دلف. جار أبو دلف. أي جار أبو دلف. ايه. ما في إلا أن يبيع البيت. أوه. ما في. ايه. حاول من ما في. نعم. فكان قيمة البيت ذلك الأيام 500 درهم. جو ناس بيشترونه. ليه؟ لأن الحارة كويسة والجيران متعاونين. فأبي دلف جار أبو دلف طلب 1000 درهم. يو ليه؟ فقال يا أخي ما يصير، قيمة البيت 500. فما قال لا لا، يا تعطيني 1000 ولا ما أبيعه. حاول فيه، فجاء أبو دلف قال له ليه تبيع البيت أنت؟ قال والله أنا أموري ضيقة وكذا، ويا أبو دلف أنا ما أبي أضيق عليك ولا أبي أولادي كبروا وراحوا. فما قال يعني من بداية الأمر ما قال إني أنا ضايق ماديا. فجاء أحد الجيران بيشتري البيت، قال أنا جارك وبيشتري ب500. قال لا، بس أنا مجاور لأبي دلف ب1000. فقالوا له ليه؟ قال 500 هي قيمة البيت و500 هي مجورتي لأبي دلف. الله أكبر. لأبي دلف مجورتي 500. فحقيقة يا أخوان، الجيران والجار والله ينشره. صحيح. ينشره. وبعض الأحيان يقول لك إذا كرهت جارك غير باب دارك. يعني بعض الأحيان الإنسان الله لا يبلانا، بعض الجيران يهججون اللي بجنبه، أما بأولاده ولا بعائلته ولا بسياراته ولا بتصرفاته بسلوكياته، يهجج الجار من الحارة كله، ما يبي الحارة. صحيح. فوصيتنا الآن ما دام احنا في هذا الشهر الفضيل أن نكون جيران متحابين، ليس فقط في شهر رمضان داخل المساجد باستمرار، ولكن في استمرار. وسع أخوي، وسع صدرك على جارك،
وسع صدرك أنت الثاني، واصبر على الزلة والزلتين والثلاث. صحيح. ترى في النهاية هذا بعض الأحيان يعني يصير أقرب من أهلك الجار. صحيح. فهذا قصة في قصة بدلف. أنا بصير أبو عايض اليوم بعد. أنا بصير أبو عايض. شلون؟